لاسلام محمد الناقد الرياضي بالنادي الاهلي او اسلام التتش. مرحبا بك يا اسلام. حبيبي يا كابتن محمد، اخبار حضرتك؟ برحب بحضرتك، برحب بالكابتن الكبير الكابتن سامح يوسف المحترم، اهلا وسهلا تحياتي اسلام، ليه اهلا وتحياتي لكل الناس اللي بتتابع حضرتك في كل حته. وسهلا اسلام، اطلعنا انت اسلام التتش، يعني من اكتر الناس اللي مختصه بنادي الاهلي وباخبار نادي الاهلي الحصريه من جوه النادي الاهلي. عايزين نعرف ايه اخبار نادي الاهلي النهارده. انا سمعت قبل ما اطلع على الهواء ان النادي الاهلي النهارده ما اتمرنش، يعني النهارده كان فيه تمرين بس النادي الاهلي ما اتمرنش. حبيبي يا كابتن محمد، مبدئيا كده انا سعيد ان انا في المداخله دي مع حضرتك كاول مداخله مع حضرتك. شرفتنا اتمنى يا كل اسلام، حضرتك كمان اعمل صدى جامد جدا ان بصراحه على شاء الله السوشيال ميديا ربنا يخليك. وفي العموم. يعني ربنا يخليك. بالنسبه للنادي الاهلي، هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت ان فعلا النادي الاهلي ما اتمرنش النهارده. ظهر النهارده في ملعب مختار التتش اللاعب الجديد المهاجم، الذنب يكون غولي بقى، يعني والتر بواليا. النهارده عمل مسحه وظهر النهارده، اللعيبه استقبلته، يعني استقبالي يليق بالنادي الاهلي فعلا ويليق باللاعب. اللاعب قعد النهارده جمعته جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ حمسه وقال له طبعا النادي الاهلي غني عن التعريف، مستنيين منك الكتير، الجماهير كمان مستنيه منك الكتير. وفعلا زي ما حضرتك قلت النهارده تم الغاء المران. ليه اللعيبه ليه ليه بس يا اسلام المران النهارده اتلغى؟ ايه هو اسبابه؟ كابتن يا استاذ محمد، بالنسبه للمران ليه اتلغى؟ هي التعليمات جت من موسيماني ان هو عايز، طبعا حضرتك عارف ان في لعيبه كورونا، عندنا حوالي تقريبا 12 لاعب كانوا غايبين عن مباراه وادي دجله اللي فاتت. تمام. فبنسبه كبيره المدرب على قد ما بيقدر عايز ان هو يعني يحاول ان ما يبقاش في اصابات كمان، لان انت عندك ماتش بعد يومين اللي هو مباراه العوده مع سونوزيب بطل النيجر. ومن خلال حضرتك برضه، عشان في ناس كانت بتسال بيقولوا ان الفريق ما جاش لغايه دلوقتي، لا الفريق متواجد، الفريق جه وجاهز وهيلعب ان شاء الله الماتش مع الاهلي يوم الثلاث. تمام. ما عندناش يعني احنا ما عندناش اي مشكله مع الفريق بتاع النايجر، واحنا طبعا رحبنا بيهم، والفريق الفريقين جاهزين ان شاء الله ان هم يلعبوا يوم الثلاث مع بعض. تمام يا اسلام. ايه اخبار يعني احدث الصفقات اللي انا سامع عنها قبل ما اطلع على الهواء، ان في كلام مع بعض اللعيبه، حابب ان انت تطلعنا عليهم كده يا اسلام. فعلا زي ما انتم حضرتك قلت، في فعلا بعض الكلام على عوده عمار حمدي، في كلام مستر موسيماني بعد طبعا فشل صفقه سيرينو. وعايز اقول لحضرتك ان الفشل مش فشل اداري، يعني الفشل مش فشل تفاوض او الكلام ده كله زي ما في ناس عايزه ترمي الكوره في ملعب الاداره. لا، عايز اقول لحضرتك ان الاهلي لاخر وقت كان متمسك باللاعب، اللاعب ايضا كان متمسك بالنادي الاهلي، بس هو بس هي حته السعر. طبعا حضرتك عارف ان الاهلي من الانديه الكبيره اللي بتحط سقف للعيبه، طبعا لو عدته فانت كده حضرتك بتعمل مشكله وبتعمل خلل في المنظومه، وهتلاقي اللعيبه بتطالب بارقام بعد كده، طبعا انت حضرتك مش هتقدر انك انت تتحملها. وفي سقف عندنا حضرتك، واكيد عارف يا كابتن محمد ان في سقف معين الاداره ما بتزودش عليه. وطبعا يعني احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي، عندنا كابتن علي معلول لاعب من اللعيبه المحترمه، ما عملش اي مشكله ولا بيطالب باي حاجه زياده عن الاهلي بيتهاب. طيب يا اسلام، احنا بنتكلم انه يعني كل الناس عارفه ان سيرينو المشكله كانت من جانب النادي سان داونز، مش حابب انه يسيبه بالرقم. بالظبط. معلش عشان وقت البرنامج، وان شاء الله تبقى معانا ضيف في حلقه يا اسلام باذن الله وتتكلم باستفاضه. الصفقات اللي هي يعني الناس حاطه يعني عينها عليها النهارده كده، عمار حمدي انت بتقول لي انه مش راجع في يناير زي ما بعض المواقع كتبت انه راجع في يناير. تمام. هو زي ما قلت لحضرتك بعد فشل صفقه سيرينو، موسيماني اتكلم مع الاداره ان هو حابب ان هو يرجع عمار حمدي، وهيخش في الموضوع كابتن مروان محسن. تمام. وفي لاعب تاني يعني على اساس ان هو برضه يبقى في طرديه لنادي الاتحاد. يعني قصدك انه مروان هيروح الاتحاد ولاعب تاني في عوده عمار. بالظبط بالظبط يا استاذ محمد. بالظبط. وفي عايز اقول لحضرتك كمان في كلام على كابتن باهر المحمدي. وفي جلسه جامعه باهر المحمدي. الكابتن سامح بيقول لك هتودي اللعيبه دي كلها فين يا اسلام؟ مين؟ الكابتن سامح بيسالك بيقول لك الاهلي هيودي اللعيبه دي كلها فين؟ اساله يا كابتن سامح. البحر بيحب الزياده يا كابتن مصر. هنرجع تاني زي ايمن جوزيه تاخد اللعيبه كلها بتاعت مصر كلها اسلام. النادي الاهلي حضرتك عارف بيخش في خمس ست بطولات بيبقى عايز ينافس عليهم. ايوه بس لعيبه كتير كده قوي يعني. بس لا يا كابتن احنا متعودين على كده. انتوا عندكم كام مهاجم يا اسلام؟
لا عندنا حضرتك اكيد عارف يعني عندنا حوالي 3 4 مهاجمين. أربعة 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 وخمسة. بالظبط. بس ما ده كنت بالنسبة سبتولنا. للأهلي. كنت سبتولنا احنا قلت ربواليا بقى. طلع من عيني فيرود ده. شكرا يا اسلام، ان شاء الله نكمل معاك باذن الله في حلقه ان شاء الله تبقى ضيف معانا ونتكلم عن كل ما يخص النادي الاهلي. بنشكرك يا اسلام.